وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ايش رايك؟ الله، هذا شعر المتنبي. أكيد. يعطيك العافية، بداية حلوة، وأنا معك بهالبيت هذا الجميل، لأن هذا البيت يعطي كل إنسان حافز لمزيد من العطاء، وأي إنسان عنده طموح أكيد هذا الطموح يكون بالصبر والتحدي والإقدام. علشان كذي اليوم معانا ضيفتنا، نمسيها أحلى مساء، وكل عام وأنتي بخير ونورتينا في غوقة رمضانية. وإذا كنت اليوم تعدين نفسك ضيفة، إحنا نقولك أنتي مو ضيفة، أنتي من أهل البيت. اللي إحنا بيت كل كويتي، الحمد بيت لله. كل أحد يقول والنعم في بنت الكويت أشواق المطاف. عسى أن أجدرين أبحالك. أنا خلاص أنا بس أضيفكم اليوم، يعني أقول للشعب الكويتي والمواطنين طبعاً الجميع يعني والمقيمين، عساكم من عوادة إن شاء الله. واليوم أنا مستضيفة الأخت حصلواني والأخت محمد الوسط. كل مرة أنا استضيفك، كل مرة أنت مستضيفة. اليوم دوري أنا استضيفكم، شايكم؟ شلون رحبة الكاميرات وياك ولا عادي؟ إحنا تعودنا يعني من التصوير من أيام المجلس. إيه، بس إن شاء الله اليوم نقدم شيء ثاني إن شاء الله. عاد أيام المجلس أشواق يحطون الميكروفون والكاميرا ويسألون، وأنت كيفك عاد؟ خلاص. إذا الواحد مؤمن بقضيته ما عنده مشكلة، وترى كل عظيم بدأ صغير. يا سلام عليك، قصة بالطموح. طبعاً بنت الكويت المهندسة أشواق المضاف، عضو مجلس البلدي السابق، اليوم ويانا وتشرفنا فيها، وأنا سعيد حقيقة أنها تكون ويانا في المقدمة. حصة بنت كويتية قدمت الكثير والكثير من العطاءات الجميلة، وقصة طموح واقعية موجودة تكون في ممثلة في شخص الأستاذ المهندسة أشواق المضاف. حياك الله. خل هذولا كلهم على جنب، عندها شيء أشواق مميز عن أي أحد، عندها حضور اجتماعي طاغي. الحمد لله. يعني تشوف الناس تمشي تقول لها أشواق ما يخالف أصور معك، أشواق ما يخالف أصور معك. فدائما المهنية والإخلاص في العمل، يعني دائما يقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فأنت أشواق من الناس اللي سويتي عملك وأديتي بكل إخلاص، ولقيتي حب الناس بدون ما تسعي له. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. بس هم أقول أظل مقصرة. هي ما شاء الله من كثر ما أدت في مجلس البلدي نسيت شغلها والبزنس كل شيء، هديتها والتزمت في المجلس البلدي. الله يعطيك العافية. لا بس تفوقت في مجالات ثانية. الحمد لله. شنو؟ قولي قول. هي تفوقت في مجالات ثانية، بس أنا صدمتني هي من سوت البزنس المطعم الجميل اللي أكله ينن. إنزين. والمفروض أنا توقعت، قلت أشواق عطيها شهر شهرين الوزن راح يزيد 5-6 كيلو. الوزن كلش ما زاد ولا ونقص. الحين من العيل يجرب؟ من يجرب الأكلات؟ من أجرب؟ بس مو كل شريكتي مبتشرة، شريكتي مبتشرة. وعقب تجارب رياضة على طول لازم نوازن بالأمور، صح ولا لا؟ حلو. استعارة الجودة أهم شيء، فلازم أجرب. هوم سويت هوم، يعني أنت تروح هناك ما ودك تطلع المكان، ينن الأجواء حلوة. رحتي أنت؟ إيه رحت. صدق والله؟ لا، وصورت بعد كنت هناك. أنا ما بديت حياكم، أنا والله ما سويت افتتاح. حلو. بس أنا رحت البيبان وبيت المطعم، هذا مطعم يا أهل الكويت، حياكم الله بأي وقت. بس عازمة حصة، العزيمة مفتوحة للكل، وأنا موجودة تقريبا يوميا يعني. قلت له أنا طقيت الباب ودشيت. اي طبعا طعمت. انا بروح بعد العيد ان شاء الله بروح. تسلمي. ولا عندنا كيكه اليوم منهم قدم منهم لا، وعندنا المصيبه مالتها بعد جايه بالطريق، بس يلا ان شاء الله قبل كان نسخنها ونزرقها الحين بعد. عندنا وايد سوالف ان شاء الله، وسوالفنا ما راح تخلص، ويبي لنا قعده. يفضل. صح. نقعد سعود. يلا فاصل ونستريح هناك علشان نستجوب اشواق. يلا رجعنا لكم مشاهدينا، نستكمل حوارنا مع المهندسة الراقية صاحبة الحضور الاجتماعي الطاغي والابتسام اللي ما تفرقه، المهندسة أشواق المضاف. يا مرحبا فيك أشواق. نين، مرحبا فيكم. حياكم الله. بالعكس، سعال مباركة. أشواق، شلون قضيت رمضان؟ شلون قضيت رمضان؟ والله يعني بالبداية التأقلم مثل ما يقولون، وطبعا رمضان السنة يعني للأسف كان جدا حزين، خاصة بالأحداث اللي صارت في يعني يوم الجمعة. رجل الصادق يعني عظم الله أجر الكويت، كارثة مصيبة. لذلك هذا رمضان يعني مو مثل كل رمضان،
طابع الحزن يعني طغى عليه اكثر. حتى شوارع الكويت كانت حزينه. طبعا يعني ديرتنا وهذول اهلنا يعني اللي راحوا اهلنا. ان الواحد لما يشوف غريب يموت في التلفزيون يزعل ويحزن. مره هذول اهلنا منا وفينا. اكيد. متين. وين كنتي يا شوارع؟ انا كنت بالبيت ويمعه كنت قاعد اقرا قران. شوف الواتساب والمسجات شغاله صاير. قلت طبعا تدرين كعادتها يوم الجمعه الكل يتدين صح دعوات وهذا. قلت يلا ما يخالف الحمد لله. بس لا في شيء واضح انه في شيء امر مو طبيعي صاير. حلو. وانا كنت مو بطل التلفزيون عاده بالنهار حتى لعقب يعني اذا كنت اليوم الجمعه بطل التلفزيون. بطلت كل القنوات على الاحداث. طبعا ذكرت الغزو لما بطلنا التلفزيون. انا كنت برا الكويت صج مو صج نرفع تليفون. فانا دقيت لان في بعض الناس انا اعرفهم صج الخبر لان للاسف بعض وسائل الاعلام بالذات يعني واحده للاسف يعني موجوده في المنطقه كذابه مبدعه بالكذب يعني والقثه. فقلت له يمكن قاعد تكذب لان ما ابي اصدق ما ابي الامر يكون فعلا واقع. وللاسف قدر الله ما شاء فعل يعني هذا امر يعني الله لا يعيد علينا. عسى الله يرحم شهداء الكويت اللهم آمين كلهم. اللهم آمين والله لا يعيدها من ايام. فرمضان هذا يعني اقدر اقول يا حسن انا قضيتها حزينه. عسى الله يبعد عنك الحزن يا رب. اللهم آمين بس خففنا اكل. ايه خففنا شويه اكل لعبنا رياضه. بس الجميع الموضوع هذا اشواق المضاف شفنا اللحمه الكويتيه الحقيقيه حقيقه بالحادثه اللي صارت وشفنا يعني مشاعر الكويتيين شلون كانت وحده. فهذا نقدر نقول شيء مفرح وايضا شيء جميل ان نشوفه من كافه اطياف المجتمع الكويتي. انا اتذكر اخوي محمد لما كنت عضو في المجلس البلدي احدى المعاملات كانت توسعه هذا الجامع. سبحان الله. واذكر ان وقت التصويت كلنا صوتنا. الله. ككويتيين. يعني انا اذكر اول ما قريت الخبر والاسم قلت انا اذكر معامله التوسعه يعني مشروع كبير وجميل وكانوا اهل المنطقه محتاجينه. فكان يشرفني ان انا العب دور في ذاك الوقت ان هذا المشروع فعلا يصير فيه توسعه. ان شاء الله يا رب نروح نشوفه نمر عليه ونشوفه. الحين ان شاء الله يعني صاحب السمو الشيخ العود الله يطول في عمره يعني اعطى اوامره طلباته اوامر زين راح يكون جاهز باذن الله جدا قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. أشوق يمكن يعني نركز على الجانب المهني. أي. عندك شركة ما شاء الله من الشركات الرائدة في المقاولات. مو مقاولات، الاستشارات الهندسية. استشارات هندسية. لكن أمانة يمكن أنت في عندك تحفظات في عندك لاين. صحيح. أشياء يعني تقولين مثلا ما نسويها أو صحيح. ما اللي هي مثلا أنا من قبل تدردشت معاك فيها إن ما قمتي تسوين بيوت. ما اسوي نادر يعني بالسنه يمكن اخذ بله. ليش؟ ترى اسحب التصميم تصميم بلتك. تواصل حلو ما شاء الله. طلعت حلو ولا لا؟ حلو ولا لا؟ تبارك الرحمن الله ذوقك حلو. الفيلا مشروع جدا شخصي للعائله. حلو. وتحت تصير خلافات. فانا ما ابي اكون سبب خلاف داخل الاسره لان البيت فعلا يعني الوالده الله يطول في عمرها تقول تبين يعني تدعين لاحد يدعي علي ابني بيت. حلو. فبغالك انت المكتب المصمم حتى المده زمنيه حتى لو تاخذينه يعني بربح قليل خلاص انت تدخلين في خساره. وبالاخير هي فعلا الاستشارات الهندسيه مو تجاره لكن عندنا تكاليف عندنا رواتب عندنا اجارات عندنا قيمه الفكره عرفتي الفنية. بس الموضوع صعب يعني يعني بالعكس انا اشوف اللي يسوي مستشفيات انا قاعده اسوي يعني مثلا انا متخصصه يعني مستشفيات محطات محطات نقل محطات المطاعم بس انا تقريبا 80% من شغلي الحين خارج الكويت. يعني انا فعاله في مصر وفي الاردن وفي افريقيا غرب افريقيا وجنوب يعني افريقيا ومنغوليا. انا شغلي خارج الكويت كمكتب كويتي عالمي الحمد لله. رفعت اسم الكويت كمكتب عالمي. حلو. ان شاء الله. المهندسه اشواق المضاف يعني قاعد نلمس شخصيه قويه وطموحه وقدمت الكثير والكثير من العطاءات في المجلس البلدي. نعم. وهذه بشهادتها الكويت مو كلامي انا. السؤال يطرح نفسه هل القوه هذه اللي موجوده فيك ما خلتك تفكرين تنزلين انتخابات مجلس الأمة ولا في خوف أشواق المضاف خايفة؟ لا 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 أنا ما خاف إلا من رب العالمين. ونعم بالله. مجلس الأمة شنو يعني بالنسبة لي يعني انتخابات جربنا انتخابات من قبل يعني. حلو. إن شاء الله قدها يا رب وإن شاء الله أنا عندي ثقة
ثقة بالشعب الكويتي إن هذا نويت بإذن الله وجدا قريب راح يوقفون معي. الثقة موجودة والقوة قوة الشخصية ما شاء الله موجودة والطموح موجود. ليش تأخرتي لين الحين؟ الموضوع لازم يكون مدروس. كانت وجهة نظري في السنين السابقة آخر فترتين أن الأوضاع كانت غير مستقرة للإنسان اللي يبي ينجز في المجلس. حلو. أنا يعني حبيت أن أنا لا أحسب على طرف. حلو. لأن الكويت انقسمت في ذيك الفترة إلى مع وضد. حلو. وأنا كوني يعني وطنية بالدرجة الأولى يعني وطبعاً أنا ما أنزل من قدر الإخوان اللي كانوا بالأطراف الثانية. حلو. لكن ما حبيت أكون يعني جزء من اللعبة السياسية في ذاك الوقت. اليوم إذا الأمور هدت وفي مجال للإنجاز داخل المجلس أنا بروح بشتغل، ماني رايحة ألعلع وصارخ وأقول سويت وسويت أنا ما عندي، أنا واحدة أحب العمل وهذا اللي أنا اشتغلت فيه في المجلس البلدي. الحمد لله العمل اللي سويته في المجلس البلدي أرى أمام عيني. اليوم لما تيني مسجات الشكر والذكر الطيب من أهل الجهرة مثلا على موضوع نقل سكراب أمغرة اللي الكل يعلم في المجلس البلدي، لا لا لا, لا. أنا ما يحرني الأعضاء مجلس الأمة اللي لعلعون أنا نقلت سكراب أمغرة. أنت وينك أيام حريق الحية؟ وينك أيام قدمت المقترح وراكضت فيه وكان وياي زملائي؟ ما حد من مجلس الأمة يا أهل الكويت اشتغل على نقل سكراب أمغرة. وأتحدى اللي لطط الحين بتويتر وهذا يقول إنه هو إذا يدل وين كانت أصلاً يعني. يعني يا جماعة معلومة حصرية من المهندسة. ليش خليتها تفقد ابتسامتها؟ لا لأن 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 ينسبون الشيء. شوفي أنا قلت أشواق المضف. ما يصير. لا لحظة دقيقة خلينا نكون بواقعية أكثر. أشواق المضف مطمح أو مطمع لعفوا لكل إعلامي عشان في تجربة جميلة قدمتها هي ولازم نسألها بس الأسئلة هذه لازم صحيح. تتقبلها. يعني الأخت حصل الكل يعتب علي يقول ليش ما قلتي؟ قلت لهم لأن هذا كان عملي لكن دام من الحين الناس قامت تدعي إني سويت لا والله بتحكي يعني إحنا الأعضاء مجلس البلد اللي اشتغلنا على الموضوع. وأنا اللي قدمت المقترح وركضت على النقل وقصصنا أرض ثانية بدل. حلو. يعني أشواق المضف هي اللي قدمت اقتراح وهي اللي نقلت سكراب أمغرة من مكان الحين لمكان الجديد أو نعم. مكان القديم. معاونة زملائي طبعاً. من غير الناس اللي سووا. في أشياء ثانية أشواق قدمتها طبعاً. وتم دراستها. طبعاً أكيد. يعني اليوم الجسور التفاف العكسية كلها اللي ليل نويصيب مقترح فني أنا قدمته فنياً للمجلس البلدي وافق عليه والآن قيد التنفيذ. اليوم قاعد تشوفونه ينفذ الإيصالات لعرض منتجات المواطنين الآن راح يكون قيد التنفيذ للمنتجات المنزلية. فتحنا لهم معارض الحين عشان يقدرون يبيعون سلعهم. مراكز للشباب، حدائق ملاعب كرة للشباب مجانا. كل هذه أمور تمت الموافقة عليها والآن تطبق. تطبق. وتم جلب موافقة مجلس الوزراء أيام فترتي في المجلس البلدي. إذا أنت مو فخورة بالإنجازات إنها قاعد تطبق؟ أنا هذا كان عملي. ما من على أهل الكويت فيه. زين حلو. لكن اللي بياخذ بيبوق بيقول أنا سويت لا والله أنا. تضايقين إذا حد سحب منك إنجاز أنت قدمتيه وبعد قاعد يدغدغ مشاعر دائرته ويقول طبعًا. أنا سويت. لا طيب طبعًا لأن هذا عيب لأن هذا شد. مو أخلاقيات. وممثل الأمة المفروض يكون خير مثال. صح. للمواطنين والشعب ككل. يقعد على الكرسي الأخضر ولطلط وكذب. ما يصير. أشواني ما نزلت. طاح الوقت. ليش خليتي تفقد ابتسامتها؟ يلا نرجع حق الكيك ونرجع حق هوم سويتو. حق الشيء الحلو. زين قلتي الشيء الحلو. نعم. طعمتي حياتك يعني بالجدية وبالطموح وبالنجاح بالإضافة إلى شيء تحبينه. نعم. اللي هو البزنس الخاص لك. نعم. سويتي مطعم من المطاعم المتميزة. فرانك يعني الماركة ماركتك. صحيح. ما يبتي وكالة من مطعم أنا وشريكتي احنا اثنين. أي. يعني ما نبخص حقها. هي اللي تجرب الأكل. ترى هي قاعدة تتابعنا الحين. تقولي الله الله بالمطعم. لا وأنا خلي أقول يعني إن حطيتوا بصمة روحكم أغراضكم حتى يعني أنا أذكر التفاصيل اللي موجودة بالمطعم ألعابنا من أيام المدرسة دفاتر المدرسة فهذا صار الجانب الحلو شخصية أشواق اللي لا وتقعدين في أشواق يعني الحلو بالموضوع إن أشواق موجودة يعني هذا اللي خليني أروح بلا عزيمة لأن أدري إنها موجودة فأشواق موجودة بالإضافة إلى شباب متطوعين الحمد لله موجودين يحبون أشواق نعم المهندسة أشواق ويحبون روحها الحلوة إن شاء الله إحنا الحين راح نخاطب بعض الجهات لتدريب الشباب الكويتيين بوقت الصيف في أكثر من البرنامج إن شاء الله راح نتعاون معهم أزل أكيد كان في ردة فعل إنه أشواق عضو مجلس البلدي هي هذه عاد قصة يعني وايد تكررت حتى باللقاء كانت تذكرين الناس تستنكر يعني ما زال في ناس تستنكر؟
لا تعودوا علي اصلا مستانسين يجون عشان يقعدون معاي ومستانسين بعدين يقولون بالعكس عرفنا اشواق المواطنه مو العضو كل اقول مقرب العضو ما في زود ترى ماكو على راسه ريشه يعني يعني بالاخير ترى هو موظف مدني سيفل سيرفنت اكيد عنده هوايات وعنده طبعا اكيد فبالعكس فرصه ان انا التقي ويعني الحين بعد هذا امر ثاني الحين طبعا انتم عارفين انا مطعمي متواجد في المنقف فيتبع الدائره الخامسه للانتخابات فكلمني احد الاعضاء فقال لي ليش نيه تنزلين عندنا خاف تخربين كل المنطقه يحبونك قلت لا حول ولا قوه الا بالله ان قدمنا مقترح بالجهره قالوا بتنزل الجهره الوقت ايام البلدي ان فتحنا مطعم بالمنقف قالوا بتنزل بالخامسه لا حقيقه اشواق المضف متفاجئينهم تنزيل مكان ثاني الجميل الجميل اشواق المضف قاعد تقدم مقترحات وقوانين تخدم الوطن والمواطن في كافه الدوائر بالضبط السؤال الاهم اشواق المضف تنزل الانتخابات الجايه ولا لا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يلا موفق ان شاء الله هذا خبر حصري ان شاء الله سحبناه من اشواق المضاف شيء حلو ان شاء الله لك السبت اصلا يعني طبعا انا اعطيك معلومه بس عفوا الحصه اسحاق صاحبنا الكندري جاب لنا هذاك اليوم حلو من كنافه جدي اي كنافه جدي ولا يدي محلي ترى اي ما شاء الله من 2007 كنافه جدي ولا يدي هي جدي كنافه جدي هو قال جدي انا قلت له يدي وما نختلف كويتنا وحده اكيد بالضبط فنشكركم حقيقة اختلفنا بالرأي مذاق جميل من كنافة ترى على فكرة المميز في المطعم الجديد هوم سويت هوم إنه ما نستخدم الطحين الجاهز إحنا نسويه فكله هوم ميد إحنا مخبز فكل المكونات يعني من المطعم نفسه ما نجيب شيء جاهز من برا فرش أنا ودي أتكلم عن نقطة وايد مهمة إنزين نشوف كثير من التجار الحين والعوائل الكبيرة اتجهت إلى هذا النوع من المشاريع نعم الشباب طبعاً وخاصة الشباب أولاً إحنا ما نقيسها بس فقط على التجار المواطن الكويتي أصبح كثير السفر ومن العادات أثناء السفر التواجد بالمطاعم يعني إحنا الحين لما تسافرين دزي حق ربعك بروح الدير هذه شم تروحون لمطاعم ما تسألين عن متحف لسه ما تسألين عن يعني تمثال أو يعني مكان حديقة مميزة المطاعم سوق ومطاعم بالضبط فثقافة المطاعم أو أن زيارة المطاعم ثقافة صارت جداً كبيرة فالمواطن الكويتي صار متلذذ بالأكل فإذا صار البزنس أو تجارتك في مجال أنت تحبينه أكيد راح تحب تنجحين فيه إلى حد ما فالكثير من المطاعم قاعد تفتح هذا السبب بعدين هو مجال تقدرين تفتحين فيه سمول بزنس تجارة صغيرة مو شركة كبيرة في ناس يبتدون بالبيت بعدين يبتدون يفتحون تراخيص الناس يأخذون دكان صغير ويشتغلون على التوصيل فهي تجارة موجودة والكويتي المواطن الكويتي مدوق حلو فسهل انه هو يدخل فيها مو سهل انه يستمر الله يفكنا من مشاكل البلدية وانا اقول لكم ما نفتكى منهم ترى حتى انا بالعكس خلي يطبقون القانون علي قبل غيري وانا دائما اطالب هالشيء ثانيا انا اتمنى وخلال الحين هذا اللقاء الدولة اليوم قاعد تدعم الشباب مبالغ كبيرة من المال يعني إلى 400 ألف دينار لكن ما قاعد تعلمهم شلون تدير الفلوس يعني قاعد يأخذون الفلوس يفتحون مطاعم يفتحون جراجات يفتحون لكن قاعد يخسرون ليش؟ يعني الحكومة كان قاعد تقول كأعطيتكم الفلوس ترى بريت ذمتي لا يا حكومة في آلية لازم توجهينهم لازم تعلمينهم لازم توقفين معاهم ما يصير الفلوس أنهم هذا مال عام بس مجرد ان اعطيت الشاب او الشابه الفلوس مو معناته ان انت خلاص بريت ذمتك لازم تسوي ساعدينهم يوقفون على ريولهم بالخبره وبالنو هاو صح ولا لا؟ صح فهذا الامر انا حاسه فيه هذا هو المجال. سبب احتضانك الشباب اللي موجودين طبعاً وترحيبك فيهم طبعا وانهم موجودين يعني ما شاء الله انا قاعد اشوفهم جدا متعاونين وكل يراني ترى حتى بالمطاعم ربعي يعني صرنا ربع لانه ترى الارزاق من الله سبحانه يعني الحمد لله اكيد ليش النحاسه والشقاله انا ماني عارف انت بطبيعتك ما شاء الله متواضعه لكن السؤال بدش في جانب شوي من حياتك انت الحين مقبله على انتخابات مجلس امه هل عندك الوقت تتواصلين مع العالم لان نعرف شو عندك شغل وايد وارتباطات ومسؤوليات تزورين العالم اداره الوقت فن وانا صراحه مو فنانه فيه لكن احاول يعني انا عندي تويتر اتواصل مع الناس مقلة صار لي كم شهر لأن الأوضاع أصلاً ما كانت تساعد المشاركة حتى السياسية أنا أحب أنتقي مشاركاتي عشان ما أضيع وقت الناس إنستغرام موجود
انا متواجده في المطعم، الناس قاعده تمر علي بالمطعم. يكفي فن الذوق يعني انا بشكل يومي والحضور الاجتماعي والابتسامه اللي ما تخلص. فانا الوصول اليه وحتى الناس طاقم، انا عندي فريق قاعد يشتغل معاي من ايام جمعيه المهندسين يعني موجودين يقدرون يتواصلون معاهم، عندي ايميل انا اللي اقراه وانا اللي ارد عليه اجاوب عليه شخصيا، انا ما عندي فريق يرد على الناس. انا سالتها مره سؤال قلت لها اشواق مجابله الموضوع يعني مجابله كذا شغله سالتها، كان قول لي كلمه قالت لي عينك على حلالك دوا. ف يعني المثل هذا من يوم سمعته منها حسيت انه له قيمه وايد كبيره واستفدت منه امانه، يعني ما راح انسى الكلمه اللي انت قلتيها لي. من يومها عرفت ان الانسان الناجح هو اللي يعتمد على نفسه بكل التفاصيل. صعبه انك تلقين، ممكن تلقين ناس تساعدك، لكن النظره اللي انت واثقه فيها من نجاحك بالاقدام اكيد راح تحققينها. شوف هو انك تديرين او انك تديليجيت على قولتهم وتوكلين ناس اخرين هذا امر بالعكس صحي، لكن لازم يكون لك علم بالامر انك ترفعين ايدك تماما ما يصير. لذلك وايد ناس يعني بالبدايه كانوا يعتبون لما ما ارد عليهم ورد متاخر، بعدين لما شافوا ان انا شخصيا قاعد اتواصل قالوا إيه لا احنا عرفنا، لان احنا متعودين الاعضاء عندهم فريق كامل وملفات. لا ما عندي مشكله، انا احب اتعامل 1 تو 1 هذا تعاملي، اذا قدرت اوكل احد ثاني ينجز المهمه بس اللقاء الاول دائما معي، لان انا الاخير يكون القرار الصائب اللي هو بعد دراسه كبيره مثلا طبعًا من تيم او كذي انت القرار لازم بالنهايه لازم. ما في لذه اصلا اذا انا ما درست، يعني ما يعني لازم انا اكون مقتنع بعدين انا اتقبل اراء الاخرين. بس هذا متعب اشواق، يعني انا احب التعب ما ادري ليش ما احب التعب. تتعب عشان هالديره الطيبه هذه؟ لا انا عندي صديقه عزيزه قالت لي يوم من الايام قالت لي اتعب على راحتك ترتاح. حلو، تتعب على راحتك ترتاح. وفعلا شنو اللي ما انجزتيه في المجلس البلدي وحابه تكونين يضاف لك انجاز في مجلس الامه ان شاء الله اذا الله وفقك ووصلتي؟ هو مو قضيه انجاز، قضيه القانون البلديه قيد امكانياتك عضو بلدي 5/2005 فقط، ان الامور اللي كنت انا متبنيتها بالبلدي كانت تحتاج شق تشريعي في مجلس الامه، سوف اكمل العمل في مجلس الامه. نعم. كان ضايقك القانون 5/2005؟ طبعا ضايقني لانه حد من صلاحياتي، لكن هو وجد لي سبب ما، يمكن في ذاك الوقت كان يعني سبب يعني مقنع، لكن اليوم احنا دوله قاعد تكبر ما قاعد تصغر، لازم نتطور، لازم القوانين نطلعها من الادرج وننفضها لانها مغبره. على فكره يعني بحكم يعني علاقاتي مع اعضاء مجالس امه في دول خارج الكويت يعني في اوروبا وامريكا اكتشفت ان الدول العربيه اكثر دول تشرع قوانين ولوائح و و و و و وتصدر هيئات ومؤسسات، لكن اقل عملا. فنحن نتفنن بالقوانين لكن نفشل في التطبيق. فانا اعتقد عملي في مجلس الامه راح يكون التشجيع التشريعي قليل، الرقابي اكثر في محاسبه المقصرين الذين لا يريدون تطبيق هذه اللوائح والقوانين وتفعيل المشاريع المدرجه واللي للاسف في بعضها متعمد يعني وضعها في ادراج مغفله للاسف. نعم ترى ميزه اشواق المضاف اذا قالت شيء تسويه، يعني مو مثل خلنا دول على جنب ما تبي السياسه كلش حصه هو يرجع السياسه وانا اطلع لازم اشواق هو يرجع. نتكلم عن موضوع وايد مهم، عندك عشق للمغامرة، اي عندك عشق للسيايير، اي طبعا اي طبعا انا اخوي سب يعني يعني سباق عالمي اخوي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اي يعني يمثل الكويت طبعا. عن هوايات اشواق نعم يعني عرفت شلون طلعها من ود السياسة. اللي يدري عن هوايات أشواق إنها مغرمة بالسيائر. نعم. والسيائر اللي مو أي سيائر، لا السيائر السريعة. نعم. شنو السيائر؟ أنواعها يعني. أنا ترى الوالدة الله يحفظها لما تزوجها والدي كانت عندها كامارو. ما شاء الله. أوكي. يعني إيه؟ يعني أنتوا. فأنا من طلعت بطن أمي أنا سيارة قدامي هي السريعة فيعني. عشان كذي حبيتيها. أعتقد هذا هو السبب. وأنا طبعًا أخوي مسكين أدمن السيارات وراي. يعني بس انت كنتي بالبدايه طبعا انا بالبدايه للحين هالموضوع مستمر معك؟ اي والله مشكله ما عدت المشكله زين الطموح هذا اللي بداخلك ما خلاك تشاركين في مسابقه مثل سباق سيارات ولا
مجرد هواية. صدق لا، لأن فترة الجامعة يعني فترة عز، يعني أنت اليوم أنت تكون هاوي لكن السباق يبيله، يعني أنا أشوف أخوي الله يحفظه كمية الجهد والتمرين تحتاج وقت، وراعي البالين شذاب، يعني أنا وين ألحق التجارة ولا طموح السياسي ولا اقتناء السيارات و حلو أسوقها بين فترة وفترة بشوارعنا الله يعين. الجانب اللي ما حد يدري عنه، الجانب اللي تقتنيها وتخليها. أسوقها تسوقينها تلحقين عليهم كلهم؟ أقول لك شيء حصل؟ ما طلعت واحدة، خالد أخوي قال لي ما يصير توقف تخترب، هذه ما يصير تخترب، حركيها وين أحركها؟ الجو حر ودي قصص دائمة، أنا والوالدة وأخوي نفس الرواية، أنا أختي وأنا أخوي والوالدة تراي أختي كلش مثل الوالدة الله يرحمها ما يواطون سيارات، فإحنا عندنا أزمة بالقراج بالبيت على هالموضوع يعني. حلو. هي أساساً تحتاج إلى خط، يعني مو زحمة طبعاً وشوارعنا كلها زحمة فوين دوسي. يعني لا. أنا تربطني علاقة طيبة مع أخوانا وزارة الداخلية وأحب صراحة أثني وأشكرهم على الجهد الجبار اللي سووه أيام الأحداث المسجد الصادق للإمام صادق، يعني حلو. كان عمل أكيد نوجه لهم تحية أكيد. فيعني بس الله يهداهم كاميراتهم، يعني رفيشتي قالت لي ذاك يوم شغلة صح، الفلاشات زايدة هاليومين، يخالفونا أنا ما عندي مانع بس ليش ننعمي؟ ايه صح الفلاشات صايرة قوية. طلب خاص يعني للأفعاد الحشاش، طبعا الوزير يعني أبو خالد، يعني الفلاشاتكم ترى وايد قوية علينا، خالفونا راضين تطفينها وتحسين فيها بس تعمي العين يعني. أكيد لا قوية شوي لكن أشواق الموظف، أنت ما شاء الله اشتغلتي بالتجارة ونجحتي، بعدين رحتي مجلس البلدي والتجارة هديتيها، والحين رديتي من جديد تبنين اللي هديتيه، والحين بتدشين مجلس أمة والتجارة بتروح، يعني هو تجاوبتي انا هذا مشكله الطموح معي. حزينه ان احد اسباب ان انا ما نزلت مجلس امه اكثر مره ان كنت حاسه ان انا يعني ما راح انجز بروحي، وحسيت ان قصرت بحق الكويت لان هذا مو عذر مقبل. شو القضيه اللي راح تكونين في وايد قضايا؟ طبعا قضايا المراه، المراه هذا يعني مهم بالنسبه لي. التعليم، التعليم ثم التعليم ثم التعليم، اللي قاعد يصير عندنا بوزارة التربية أمر غير مقبول. إحنا نبي نربي أجيال، قياس تقدم من الأمم من خلال التعليم والصحة، ما يصير قاعد يصير بالتعليم عندنا خط لزق على قوت المصريين إخواننا، يعني عيب، ما يصير. ما عندنا نقص فلوس ولا عقول ولا منشآت ولا قرار، شو العلة اللي فينا؟ ليش نجيب مدرسين مقبول من اخواننا ايراننا العرب؟ يعني ليش يعني بالله؟ شو اللي يعني مقبول؟ اللي درسونا درسونا اذكرهم بالخير، الفلسطينيين اللي يونا اخر الخمسينات تحمست شوف زين. شو اللي ينقص وزاره التربيه؟ كانوا شطار، طلعنا شطار. مهندس اشواق، شو اللي ينقص وزاره التربيه؟ شو اللي ينقصها بالضبط اللي انت زعلان؟ ينقص اللي ينقصها ينقص كل الوزارات محاسبه. عيست وانا اقول نبي مسؤول ينسجن يتحاسب. في سوى محكمة الحين، المحكمة مختصرة إن شاء الله. أنا متفائلة، أنا يعني لازم أعترف إن في إنجازات في آخر فترة من الحكومة، أنا ما أبخس حقها، لكن أنا أتبانع الحكومة بالماكينة الإعلامية ما تسوق إنجازاتها، فتخلي الناس فقط تتداول سيئاتها. سيئاتها صح. يعني أنت عندك إنجازات، في إنجازات عجيبة الحين قاعد تصير على المستوى الإنشائي، على مستوى يعني حتى الرقابة، على مستوى حتى الفساد والمحاسبة طبعاً. وينها؟ سمعتوا عنها؟ لازم تسويق، والله موجودة بس ما نسمع عنها. حربة الفساد يعني حكومة صباح الخير تسوي دعاية حق عمرك على التلفزيون، عندك إذاعة، عندك كل الأبواق موجودة، صح ولا لا؟ الناس تبي تسمع، شو تبي الناس تصدقك وانت ما تقولين صح؟ عدل؟ يمكن احنا عندنا سياسة اللي هي الإعلام ما يوجه بشكل كبير لهذه المواضيع. طبعاً طبعاً يعني أنا أعتقد أنا من الأشياء اللي شفته في دول الخليج إنه يقدمون لنا شيء كفكرة ويطرحون يسوون مؤتمر كبير. هو شوفي أنا أعتقد خلق واضح يدعون شخصيات مهمة. أعطيك مثال أختي حصان، دول الخليج خص بالذكر مثلاً دولة الإمارات العربية المتحدة، أخواننا في الإمارات كل جهاز في الدولة إذا أنا ماني غلطانة، هذا اللي أنا متابعته،
جهاز أو وزارة عندهم فريق إعلامي واستوديو خاص يبث أخبار وإنجازات هذه المؤسسة أو هذا الجهاز، لأن هم الجهاز الوطني يفتقر للإمكانيات. إحنا العكس، إحنا عندنا كل شيء موجود في وزارة الإعلام. ما أعتقد أن الوزارة عندها مشكلة أنها تهيئ مواردها للوزارات الهيئات اللي موجودة في الدولة، صح ولا لا؟ ويصير في تبادل بينهم. أنا ما يعني الأمر موجود، لكن أصحاب القرار عندنا ناس معششين في مراكزهم، طقوا العداد وفتر العداد فيهم 35-40 سنة، مو يعني ما يعرفون شيء اسمه سوشيال ميديا. حدهم تويتر يقرون الأخبار أو فلان يسب فلان. اليوم الإعلام سلاح ذو حدين، سلاح قوي، بإمكانهم أنهم يعلنون عن إنجازات، وما يقولك لا 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 نفتح الباب علينا ليش؟ لأن الأخ لا, لا بس عفوا سادة أشواق، إحنا كمؤسسة حكومية نتبع لحكومة دولة الكويت وممثلة في وزارة الإعلام، نعم. ما نقدر نسوق، مو ما نسوق، قاعد نسوق إحنا بشكل متزن، لا يفهم شيء غلط. إيه؟ لا بس عفوا أخوي، خلنا أقول لك شغلة. نعم تفضل تفضل. لا دام فضلك أنا أسمع المقاطعة، لكن اليوم إذا أنا كنت في شباب ورياضة وزارة جهة تتبعكم وقولك أنا ببرنامج فقط يخصص حق متابعة إنجاز مشاريع شباب رياضة المنشآت، حلو بتقولي لا؟ أكيد أكيد هيئ لي موجود. أنا ما قاعد أخذ أنا فاهم، بس أنا قصدي شنو المسؤولين اليوم بالدولة يقولك شلي بالتلفزيون والإعلام مالي خلق. كم جهاز اليوم في الدولة عنده حساب في التويتر؟ 2-3. كم جهاز عنده حساب في إنستغرام؟ عندك جهاز متابعة مشاريع الدولة وجهد يشكر عليه، عندك أعتقد مشروع مدينة اسمها حسان الجامعية، يعني ينعدون على يعني ليش ما يستغلون هذه القنوات عشان الناس تشوف؟ أشواق إحنا عندنا يعني بالتلفزيون الكويت كذا قناة، يعني هذه القنوات يعني عندكم أمانة قاعد يعني تنقل هذه الإنجازات، بس يمكن لأن زحمة القنوات والتركيز على كذا جانب هذا الشيء يمكن خلى الواحد ما ينزل. انزل انا عندي لكم اقتراح، تفضلي. يلا انا مستعده اشتغل وياكم. انتوا هالبرنامج بس برمضان، صح؟ ايه؟ سووا برنامج يتابع المشاريع وانا مستعده اساعدكم. اكو نيو كويت في احد القنوات جرات ان انا قريت عنه، مع ان انا ادري من اطلقه ابو عبد الله شيخ محمد عبد الله مبارك، صديق وزميل دراسه، لكن انا من الناس اللي ما يعرفون بالضبط شلون يعمل هذا البرنامج. يبقى رايك خليك تقول اي لا، بس انا اقول الصدق يعني في ناس ما تتابع يعني انت شلون تشجعينهم اذا حصل لوغاني اذا محمد الوسمي يطلعون يعني برنامج حلو يعني بكوادر. يعني انتم شباب، انتم طاقات شبابيه، الناس تتابعكم. انا بسالك سؤال سياسي، انا جيت لان ادري ان المشروع لكم انتم اولا انا بسال سؤال سياسي واحد بس الحلو هذا شنو الخلط، سر الخلطه هذه البراوني تريبل دكر، هاي 3 طبقات ريد فيلفت اوريو وكاكاو. دشين المطبخ اشواق تسوينها؟ انا ما اعرف افوح بيضه بس متذوقه من الدرجه الاولى. يعطيك العافيه. وين بتقضين الصيف؟ نعم وين راح تقضين الصيف؟ والله الى الان للحين ما في قرار. عينك على حلالك دوه. ان شاء الله تشوفين هالحلال من عمار لعمار، يا رب ان شاء الله نجاح. ان شاء الله باذن الله. وانت فخر كل بيت كويتي بانجازاتك، وناطرينك بالمجلس ان شاء الله تنورينا وبالقضايا اللي تهم بلدنا، ونرقى في بلد دائما يتطور الى الاحسن في ناس مثلك وشروه. يعطيك الف عافيه. مشكورين على الاستضافه، يعطيكم الف عافيه وعساكم جميعا من عوالي. طبعا كل الشكر للمهندسه اشواق المضاف، حقيقه مفخره نسائيه كويتيه نفتخر فيها، عسى الله يوفقها ان شاء الله في الانتخابات القادمه لمجلس الامه. ونتواصل معكم وننتقل الى فقره الدواوين ودوانية الجدعان في منطقه النعيم والجهره.